اهلا بحضراتكم في فقرة ستوريز. هنا هنقول لكم ايه ابرز اللي حصل على السوشيال ميديا الزملكاوية خلال الاسبوع ده. البداية هتكون من صفحة الزمالك بالتأكيد على الفيسبوك، واللي نزلت فيديو لاستقبال لعيبة الزمالك لمصطفى الزناري مدافعنا الجديد. اللعيبة عملوا ممر شرفي للزناري، وعشان يعدي الممر ده لازم يخبطوه كده ويضربوه، يعني كالعادة. يعني دايما الزمالك بيستقبل اللعيبة بنفس الطريقة، وبيبقى فيه روح كده حلوة وجميلة بين اللاعبين. عايز اقول لحضراتكم يعني فكرة الممر الشرفي دي للاعب اول طريقه تخلي اللاعب يندمج فعلا ويبقى فيه كده هزار مع الفريق. خلينا كده نروح نشوف الممر الشرفي للزناري ونرجع لحضراتكم مره تانية. كمان صفحة الزمالك نشرت صور خاصة بالزناري من أول تدريبات خاضها مع الزمالك تحت قيادة المخضرم البروفيسور طبعا فريرا، اللي بالمناسبة مقتنع جدا باللاعب واختار إنه يضمه من بين أكتر من مدافع متميز في الدوري المصري.